السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أهم المشاكل اللي موجودة في البيم إن المالك عايز بيم، دي مشكلة رهيبة جدا. ليه بقى مشكلة رهيبة جدا؟ ساعات المالك يقول لك أنا عايز بيم، طب أنت عايز إيه في البيم؟ معرفش. طب تعمل له شغل بيم وتديهوله، يقول لك لا لا مش هو ده اللي أنا عايزه، أنا ما كنتش متخيل كده. هو أصلا ما عندوش صورة عن إيه اللي هيحصل، فانت عمال تعمل وهو مش شايف الحاجه اللي هو في دماغه. ممكن يكون في دماغه حاجه تانية خالص غير البيم. متخيل مثلا ان بقى في حاجه بتلمع كده في الشغل. مره عملت قبل كده شغل بيم وبقدمه، وكان على قدر كبير من النظافه لان هو كان واخد وقته. وبعد كده فوجئت ان الراجل بيقول لي لا بس يعني الاسانسير ثابت مكانه ما بيتحركش. الاسانسير اللي يتحرك؟ لا ده انا عايز الاسانسير يطلع وينزل كده وانا بتفرج على الموديل، ده انا عايز اشوف المية وهي بتمشي. فاهمين الفكرة؟ طب ايه الحل لحاجة زي كده؟ الحل ان انا من اول ما يبدأ المشروع كفكرة تقعد مع المالك وتقول له ايه هو البيم وايه الخدمات اللي انا اقدر اقدمها لك كشخص بعمل شغل بيم. انا ممكن اعمل لك كذا وكذا وكذا، وانت ايه اللي مهتم؟ انا ممكن اهتم ان انا اوفر لك الوقت او اوفر لك التكلفة، او لو الوقت مش مهم عندك ممكن نركز على حاجة تانية. هل انت مهتم بموضوع الاستدامة والسستينابيلتي؟ دي بالنسبة لك لها اولوية ولا الاولوية عندك لان انت تعمل مثلا سيموليشن لحاجة معينة، او عايز تعمل محاكاة لحاجة معينة؟ اوري له كل الحاجات اللي هو هنعمل ايه، الاي اي ار اللي هي امبلوير انفورميشن ريكوير. فببدأ اقعد معاه اعرف هو بيفكر في ايه، تمام؟ ودي هناخدها نكتب بيها بين قوسين بلان اللي هو العقد اللي بينه وبينه، يبقى عنده تصور هيستلم مني ايه في الاخر. اوريه الشغل اللي انا عملته في مشاريع قبل كده، ده الشغل اللي هستلمه في اخر المشروع. لان ساعات هو بيبقى طالب بيم ومش عارف ايه هو البيم، ومش متخيل. هو سمع عنه في مؤتمر من المؤتمرات بيقول ان هو كويس وحلو، والواحد لما بيجربه بيخس عليه وبينزل 50 كيلو في اسبوع، تمام؟ فيفاجئ بان انت مش عامله. انت يقول لك طب ما هو كان بيعمل كده. لا وري له بقى الشغل اللي انت عملته ووفرنا وقت وركزنا على كذا وركزنا كده، فتقدر تحل المشكله دي، المشكله الشيطانيه اللي الشغل كله بيقف عشانها.